رفض الوداد الرياضي مناقشة 3 عروض حصل عليها من أجل بيع نجمه السنغالي سامبو جونيور خلال الميركاتو الصيفي. وذكر مصدر خاص، سامبو حصل على 2 من الدوري الإماراتي، أما 3 من قطر. وتابع: الوداد لا يريد تكرار ما حدث في الماضي، حيث عانى من فراغ كبير بعد رحيل أبرز لاعبيه الأجانب مالك إيفونا وجاي أمبينزا وويام جيبور. ولفت المصدر: سامبو مستمر مع الوداد في الموسم المقبل، حيث يستعد الفريق البيضاوي لخوض منافسات السوبر ليج الأفريقي، كما ينوي المنافسة بقوة على لقب دوري الأبطال الذي فقده لصالح الأهلي المصري. وأتم: الشرط الوحيد لبيع سامبو يتمثل في رغبة اللاعب بترك الوداد مع الحصول على عرض مالي ضخم يسمح للفريق المغربي بإبرام صفقة قوية لتعويض رحيله. يذكر أن سامبو توج هدافاً لدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 أهداف، كما حصد جائزة هداف الدوري المغربي برصيد 13 هدفاً. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.